يخوض 60 من الطلبة اختبارا رياضيا في أربيل، سيؤهل 3 منهم فقط للفوز بجائزة مالية تصل إلى 3000 دولار، بالإضافة إلى سفرة سياحية خارج البلاد ضمن مسابقة سنوية تجرى في إقليم كردستان، في خطوة لتحفيز الطلبة واختبار مدى قدراتهم الاستيعابية. أي خطوة في مجال التربية والتعليم خاصة في زمن كورونا إلى تأثير في تنشيط دور وتعزيز دور الطالب، المدرسين، الهيئة التدريسية والإدارة في المدارس، وهاي الخطوة اليوم انطلقنا مشروع اختبار مادة الرياضات للطلاب الإعدادية الصف العاشر بالأخص، وهاي مشروع صار لها ثالث سنة. أول سنة بدينا بس في محافظة أربيل، كل إعداديات إنه طلبات واحد من الطلاب صف العاشر شاركوا. اليوم السنة هاي ثالث سنة على مستوى الإقليم، 5 محافظات كل الطلاب يشاركون. وتقول مؤسسة روانجا، وهي المؤسسة الراعية للمسابقة، إنها تهدف إلى تنشيط الطلبة بعد فترة من الخمول التي شهدتها المسيرة التربوية في ظل جائحة كورونا والتي عطلت المدارس لمدة طويلة. التربية بالنسبة لنا واحدة من أهم القطاعات والميادين اللي احنا نشتغل عليها احنا كمؤسسة روانجا. الشباب والتربية أهم قطاعين نشتغل عليهم حقيقة، فواحدة من المبادرات اللي حبينا نشتغل عليها نبدي نتعامل مع مستوى الطلبة في مادة الرياضيات تحديدا، لأن هي تسمى أم العلوم أو مرآة العلوم، فردنا نعرف شنو مستوانا، وهذه المسابقات على مستوى العالم تكون مؤشر لقوة العملية التربوية في أي بلد ما، ويشاركون بها على مستوى العالم الرياضيات والعلوم، فحبينا نشوف نفسنا إحنا ويننا في هذه المعادلة. وتشارك في المسابقة 11 مديرية للتربية في عموم محافظات إقليم كردستان، وتسعى المؤسسة الراعية لشمول محافظات العراق كله في العام المقبل. لزاكروس تيفي، مصطفى سلمان، أربيل.